كان مهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عاما بين الحياة والموت الأربعاء بعد أن أصابه شرطي بالرصاص أثناء محاولته إيقاف شاحنة تقل أربعة مهاجرين آخرين قرب نيس جنوب شرق فرنسا. قال المدعي العام في نيس غزافي بونون في بيان إنه بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية تم تحديد مكان الشاحنة التي كان من المفترض أن تنقل أجانب في وضع غير نظامي ليلة الثلاثاء في سوسيبل وهي بلدة فرنسية قرب الحدود الإيطالية. وعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قبل شرطة الحدود إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بعد حوالي 30 كيلومتر على طريق شديد الانحدار قرب، وزادت الشاحنة سرعتها متجهة إلى سيارة الشرطة هذه حيث استخدم أحد الشرطيين سلاحه وأطلق النار أربع مرات في محاولة لإيقافها وفق البيان. وتوقفت الشاحنة في أحد مناطق النيس حيث فر سائقها وراكبان كانا جالسان في المقعد الأمامي، بينما عثر داخلها على خمسة مهاجرين من بينهم مصري أصيب بالرصاص في رأسه ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى. وبحسب المدعي العام ظهرت على الشاحنة آثار طلقين ناريين وفتحت النيابة العامة تحقيقين في الحادث.